بقى الفترة اللي جاية عندي عمل عربي ضخم جدا مع أستاذة هدى حسين، إنتاج أستاذ جمال سنان، وإخراج أستاذ علي العلي، تأليف أستاذة هبة مشاري حماد. والحقيقة إن هو عمل ضخم جدا جدا جدا، فيه نجوم من كل الوطن العربي. هالكلمات بتكون كشفت آيتن عامر لأول مرة عن تواجدها هالسنة بمسلسل هدى حسين لرمضان 2024، واللي يبدو إنه كان لازم يصير بينهم التعاون من زمان، لكن الظروف ما سمحت بذلك. أنا بحبها جدا جدا جدا، هي بني آدمة جميلة ونفسي أشتغل معاها المرة اللي فاتت، بس للأسف معرفناش ننسق المواعيد. ونقدر نقول إنه هدى حسين مثل العادة حتجمع النجوم الشباب من كل مكان بمسلسل بنكهة خاصة من كتابة هبة مشاري، وهذا اللي يخلي الناس تزيد توقعاتها بعد التركيبة اللي شافوها بمسلسل من شارع الهرم. بعد مجموعة كبيرة من نجوم مصر، معي من الخليج سحر حسين، نور الغندور، فاطمة الصفي، ليلى عبد الله، ما شاء الله من الأسماء الكثيرة، فيعذروني ما تحضرني كلها الآن. يعني هبة كاتبة العمل، الشخصية هي القائد، لكن كاتبتها بشكل فيها إفيهات عالية من خلال الموقف. يعني مثلا شفتوا لي شارع الهرم، الدكتورة أم الأولاد الستة، لكن عندها كذي أفشات حلوة تقولها. هني شخصية أيضا مختلفة ومربية، لكن أيضا بعد عندها الأفشات الحلوة. هبة مشاري متميزة بخفة الدم في كتابتها، وهذا اللي الكل بينتظره، خاصة بالمشاهد اللي بتجمعها بنور الغندور. وإيش اللي حيخبي لنا يا رمضان القادم؟ في شد وجذب. أنا أحب الشغل معها، هي إنسانة جدا مريحة، إنسانة متعاونة، بتحب كل اللي حواليها، تحب تحتويهم. أما مسلسل هدى الآخر راح يكون بعنوان البيت الملعون، وهو من تأليف شقيقتها نجاة حسين وإخراج محمد جمعة. أنا طبيعة الناس وطبيعة الأحداث في تحصل في السبعينات بين الكويت وبين بيروت، فكانت الأدوار جدا مناسبة لهم وحلوة. وهذا العمل البيت الملعون لإيجل فيلم ضم مجموعة نجوم بتوليفة صحيحة 100% كامل، وبيتم تصويره في لبنان، وبتشارك فيه هدى مجموعة من النجوم الخليجيين واللبنانيين، والأول مرة مع باسم مغنية. مش بس ما باسم، فادي أبو سمرة، علي، ختام لحام، وايد حقيقة مجموعة جميلة من الفنانين اللبنانيين. المسلسل راح يكون، مش راح أقول جديد من نوعه، بس الأسلوب اللي عم ينعمل كتير أسلوب جديد. تلت عمل بعمله مع محمد جمعة المخرج، وأكيد إنتاج إيجل فيلمز، وراح يكون قصة مسلسل رعب بيحكي عن بيت ملعون سنة السبعينات. واللي زايد حماس باسم له هو سبب اختياره. أنا سعيد بهالتجربة، إنه اختارتني إنه نكون مع بعض بهذا العمل.